مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مره ثانيه في المطبخ. اليوم راح اعمل باميه باللحمه. بالنسبه لمقادير الباميه، في عندي هون نص كيلو لحمه غنم بعظمها، انا ماخذها هون من الكتف لانها بتكون طريه. فيكم تستخدموا لحمه بقر اذا بتحبوا. في عندي هون 600 جرام باميه مفرزه، انا مختاره هون الحجم الصغير كتير، 600 جرام عندنا. في عندي هون حوالي لتر ونص عصير بندورة، أنا أخذت حوالي كيلو بندورة مستوية وضربته بالخلاط مع كوباية مي وربع ملعقة صغيرة ملح. طبعا صارت كثيفة بهذا الشكل، طبعا صفيتها أكيد وصارت كثيفة بهذا الشكل. إذا الدنيا صيف بتكون البندورة مستوية أكتر، هلأ لأنه الدنيا شتاء بتكون البندورة تقريبا طعمها مش مثل لما تكون بالصيف مستوية منيح. في عندي هون بصلة متوسطة رح أفرمها فرم ناعم. بالنسبة للبهارات، في عندي هون ربع معلقة صغيرة بهار حلو، ربع معلقة صغيرة كزبرة مطحونة ناشفة، تمن معلقة صغيرة هيل مطحون ناعم، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، تمن معلقة صغيرة قرفة مطحونة، وربع معلقة صغيرة ملح. هاي البهارات كلها رح أخلطها مع بعض ورح أتبل فيها اللحمة. 4 سنان كبار توم لتتبيلة البامية. وفي عندي هون معلقتين كبار معجون بندورة أو رب البندورة. طبعا هاي الكمية رح تزيد أو تنقص حسب طعم البندورة، إذا البندورة طعمها حاد ما بتحتاج تحطوا معجون بندورة، بس إذا الدنيا مثل هلأ شتاء أنا رح أضيف شوية معجون بندورة. رح أضيف بالأول معلقة كبيرة وأدوقها، إذا عجبني الطعم أوكي، إذا ما عجبني بزيد كمان معلقة كبيرة. وفي عندي هون رح أستخدم معلقة كبيرة عصير ليمون طازج. وطبعا في عندي زيت للقلي، زيت ذرة أنا بستخدم. وهلأ بنشوف كيف الطريقة. رح أنشف اللحمة مثل ما أنتم شايفين بورق. دائما لما نيجي نطبخ اللحمة خصوصا إذا بدنا نقليها بشوية زيت لازم ننشفها منيح بالأول علشان نضمن إنها تتحمر كويس، ما يكون عليها بالمرة أي سائل أو مي. طبعا أنتوا هون فيكم تطبخوا البامية كمان بلحمة بدون عظم مثل ما بتحبوا، اختيار اللحمة بالنسبة لكم. هلا رح ابهر اللحمه، البهارات والملح اللي قلنا عنهم رح ارشهم بالتسارع على اطار اللحمه، رح اضغط عليها عشان البهارات تعلق فيها. نفس الشيء من الناحيه الثانيه. طبعا مثل ما قلت برجع لكم اختيار نوعيه قطعه اللحمه بتحبوها، بس دائما الباميه بيكون اطيب انه هي تكون اللحمه بعضمها. البامية تقريبا فكت نص فكة، يعني ما في لسه بعض قطع الثلج عليها هون، بس مش مشكلة. أنا حميت الفرن على 400 فهرنهايت وحطيت الرف بالنص، وعندي هون صينية رح أحط البامية فيها. هلأ بتشوفوا كيف بالفرن، بحط لها معلقتين كبار زيت ذرة، إذا بتحبوا تستخدموا زيت زيتون كمان بصير، بس معلقتين كبار بكفي. بخلطها منيح مع الزيت، بخلي كل حبات البامية تتغطس بالزيت. هلأ رح أحطها هون بالصينية، أفردها في طبقة واحدة. رح اخبزها هلا بوسط الفرن، حرارته 400 قلنا، لمده تقريبا تاخذ من 20 ل 30 دقيقه. بعد 10 دقائق او ربع ساعه قلبوها شوي بالمعلقه عشان تتحمر من كل النواحي بنفس، ولفوا الصينيه 180 درجه.
عشان تاخذ تحمير متساوي من كل النواحي. على النار، النار هون بين الوسط والعالية، رح أحمي تقريبا معلقة كبيرة زيت علشان أقلي فيها اللحمة. حرك الزيت عشان يتوزع بكل قاع طنجرة. دائما اللحمة لما تيجي تقلوها بدها تكون بحرارة الغرفة، يعني ما تاخدوها من الثلاجة دغري وتقلوها، اتركوها نص ساعة مشان تاخد حرارة الغرفة، وبعد ما تبهروها مثل ما عملنا بتقلوها. رح احمرها من الجهتين، على كل جهة تقريبا بخليها 5 دقائق وبقلبها على الجهة الثانية لحد ما تتحمر من الجهتين. بعد ما تحمرت اللحمة وشلناها على جنب، بضل شوية زيت في القلاية، راح أقلي فيهم البصل بعد ما قطعتها ناعم. طبعا أنا نزلت حرارة النار هون للوسط، حالي البصل حوالي 5 دقائق لحد ما تذبل، تصير لونها شفاف. بعد ما تذبلت البصل شوي، راح أضيف البندورة. وراح أعلي النار علشان تغلي. أعلي النار على الآخر حرارة عالية، وراح أحرك علشان بدي خلاصة اللحمة اللي نزلت وتغير لونها بقاع اللاية تطلع، لأنه هاي راح تعطي نكهة طيبة. فراح أحرك هيك بالمعلقة علشان كلها تدوب مع البندورة. البندورة عندي بلشت تغلي، رح أرجع اللحمة على الطنجرة. ورح أوطي النار على الآخر. بحط لها ورقة غار، وبعد هيك بغطيها وبتركها لما تستوي اللحمة. رح أغطي الطنجرة وأترك اللحمة تستوي، ممكن تاخد من ساعة لساعة ونص لساعتين حسب نوع اللحمة اللي بتستخدموها. اللحمة استوت عندي وتكثفت الصوص مثل ما انتو شايفين. هلا رح اضيف البامية طبعا بردت باثناء سلق اللحمة. رح اعلي النار للوسط، ورح اترك البامية تستوي تقريبا تاخد ربع ساعة لثلث ساعة، لانه هي مسوية نفس سوا انا حطيتها قبل هيك بالفرن. استنوا عليها لما تستوي، دوقوها بس تستوي بنعمل قدحة التوم. بقلاية صغيرة على النار حميت معلقة كبيرة زيت ذرة على نار متوسطة، بستنى الزيت بس يسخن كويس. وأنا هون بشرت أسنان التومة، في ناس بحبوا يدقوها وفي ناس بحبوا يقطعوها صغيرة. باخذ التومة المحمصة وبحطها على الطبخة، باخذ شوي من مرقة البندورة بحطها بالقلاية،
ارجعهم. بحركهم، شوف كيف صارت الصوص كثيفة عندي، صوص البندورة. إذا بتحبوها أخف من هيك ممكن تضيفوا شوية مي مغلية عليها. ما تنسي تشيلوا ورقة الغار من الطبخة. دوقوا ملحها والفلفل الأسود وضيفوا زيادة لو حبيتوا. وآخر خطوة هون عندي هلأ بضيف معلقة كبيرة عصير حامض، بخليها بس تغلي غلوة وبطفيها وهيك بتكون الطبخة جاهزة. البامية هيك صارت عندي جاهزة، بنقدمها مع رز مفلفل، وفي ناس كمان بيحبوا يغمسوها بخبز. صحتين وعافية، بشوفكم فيديو قادم، مع السلامة.